السلام عليكم ومرحبا بكم في درس جديد على قناتكم استفهام عام. إن شاء الله اليوم سنتطرق إلى موضوع ضبط إعدادات حسابنا إيباي من أجل تفادي المشاكل مع إيباي وكذلك مع الزبائن أي المشترين. فأول شيء إن شاء الله ننتقل إلى إعدادات الحساب، فكما يظهر لكم الآن فبيزنس بوليسي لا تظهر في الحسابات الجديدة. سأترك لكم في الوصف رابط من أجل الدخول إلى هذه الواجهة التي تظهر أمامكم. هذه هي الواجهة التي تهمنا، من هنا نقوم بضبط الإعدادات الخاصة بنا. فكما ترون هنا إعدادات البيمو والريتورن والشيبين. نبدأ بالإعداد الأول وهو البيمو أي الدفع. نقوم بتسمية هذه البوليسي نيم، مثلا نسميها ايبوك، وننتقل الى البوليسي ديسكريبسيون اي الوصف. هنا يمكنك ان تضع اي شيء، على سبيل المثال بوليسي ديسكريبسيون فور ايبوك. نحدد هذه الخانة، وهنا ندخل ايميل باي بال الخاص بنا. هنا نقوم بالتعليم على هذه الخانة، ضروري لأن هذه الخانة تعني لك بأن الزبون فور شرائه للمنتوج ينتقل المبلغ من باي بال الخاص به إلى الباي بال الخاص بنا مباشرة. نترك كل شيء على حاله ونقوم بحفظ هذه المعلومات. والآن قد أنشأنا طريقة دفع خاصة بنا. الآن ننتقل إلى policy name يعني السياسة الخاصة بنا. نسميها كذلك ايبوك، وهنا policy description كذلك policy description for ايبوك حتى يسهل علينا اختيارها من بعد عند رفع اول منتوج. نضغط على هذه الخانة لتحديدها بشكل تلقائي دائما. هنا نحدد بأننا نقبل إعادة المنتوج، وهنا نحدد 14 يوما. نقوم باختيار أن تكاليف الشحن سيتكلف بها المشتري، ونمر إلى International Return Accepted، نقوم بتحديدها كذلك ونضع أيضا 14 يوم، والمشتري كذلك هو من سيتحمل المصاريف، ونقوم بحفظ هذه المعلومات. والآن لم تتبقى لنا سوى إنشاء بوليسي خاص بالشيبين أي بالشحن، سنقوم بإعدادها كذلك. هنا نعطي اسم للشحن إيبوك كذلك، وهنا بوليسي ديسكريبسيون فور إيبوك. هنا نعلم على هذه الخانة، هنا نحدد بأن نفس قيمة شحن لجميع المشترين، ونختار هنا شركة للشحن لا تتعدى 3 أيام، يعني بين يوم وثلاث أيام في إرسال المنتوج. هذه الخانة تعني نقوم بتحديد بأن الشحن مجاني. ننتقل إلى الهاندلين تايم، هذه تعطينا عدد الأيام. هذه الخانة تعني عدد الأيام التي تستغرقها من أجل إرسال المنتوج إلى صاحبه، نحدد يوم واحد. وننتقل إلى انترناسيونال شيبين يعني الشحن إلى خارج الولايات المتحدة الأمريكية، نحدد بأن الثمن موحد لجميع الزبناء وهو مجاني كذلك. وهنا نحدد للعالم بأجمع، يعني ليس الولايات المتحدة فقط. نختار
كذلك ستاندر انترناسيونال شيبين، وهنا نحدد بأن الشحن مجاني كذلك. هذه الخانة لا نضع فيها أي شيء، وهنا تعني لنا هذه الكرييت اكسكلوزيون ليست هي الدول التي لا تريد ان تشحن اليها او التي والتي قد تاتيك منها بعض المشاكل. فانا مثلا ازيل افريقيا بكاملها، لان دول افريقيا والكل يعلم العقليه الافريقيه، فهناك مشاكل بالجمله. لذلك انا من اجل المحافظه على سلامه حسابي ازيل قائمه افريقيا من الدول التي ساشحن اليها، ومن بعد أقوم بحفظ هذه المعلومات. والآن قد أنشأنا إعدادات خاصة بحسابنا من حيث طريقة الدفع وإعادة المنتوج وطريقة الشحن، وهذه الأشياء هي التي في غالب الأحيان إن لم نعرها اهتماما فقد تتسبب لنا في إغلاق حسابنا. وإلى هنا ينتهي درسنا، انتظروا الدروس القادمة لأنها ستكون شيقة إن شاء الله، فيها معلومات قيمة وحصرية إن شاء الله. لا تنسوا إخواني بدعم القناة باشتراك وجيم وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد إن شاء الله. دمتم موفقين.